الشعب يريد فتح السفارات، الشعب يريد فتح السفارات، الشعب يريد فتح السفارات. يوم وقفة احتجاجية مع كسر الحصار على سوريا الشقيقة، طبعا احنا كتوانسة الكل قلوبنا مع الشعب السوري الشقيق. قل لي انت توا علاش تبكي اليوم؟ نبكي معناها كحدي على الزلزال وعلى الظروف اللي هما يمروا بها، زاد على تركيا خاطر العبيد معناها واحد ما يتمناه لحتى حد معناها، وسورتو سوريا معناها اللي هي تعاني والكل، واحنا ما قعدنا كان الكلي والعياط والاحتجاجات. ان شاء الله تجيب نتيجه ان شاء الله. ما تصورش انا من وقت الزلزال معناها نتبع مرضت عليهم، سخفوني، تمنيت وكان جيت عندي القدره اني نجيب حتى طياره نجيبهم فيها لداري. معناها احنا نحبوا الشعب السوري الحقيقه، شعب عظيم يعني شعب سوريا، نتمنوا ان شاء الله هالحصار يتنحى، وان شاء الله على الأقل باش توصل لهم المعونات. وتونس هي عملت الواجب الحقيقة، نتبع أنا عملت الواجب، وإن شاء الله يزيدوا يعملوا برشا طبة معناها متطوعين مشاو، برشا إعانات لسوريا الحمد لله معناها الحمد لله. أما قلبي عليهم توا كي ريت الوقفة الاحتجاجية، ماذا بيا راني واقفة معاهم ونسيح ونعيط ما عنديش جهد. اما قلبي كالدم على سوريا وعلى تراك زيد اللي ماتوا معناها الزلزال، هي فاجعه كبيره كمان، اما سوريا خاطر تعاني تعاني وزيد، هذا هو ابتلاء من عند ربي سبحانه يجعلهم شهداء. لكن ان شاء الله هالحصار يتنحى، ان شاء الله هالكلام يوصل، ان شاء الله هالاحتجاجات ولا ما نعرفش شنو ولا النداءات ديزون هذيا ان شاء الله توصل، ان شاء الله ربي معاهم وربي يفرج عليهم. وكهو عايش. انا احمد الكحلاوي احد منظمي هذه الوقفه. موضوع هذه الوقفه اولا زلزال يعني الذي يعني يتسبب في كارثه باتم معنى الكلمه، وهي كارثه كبيره وكبيره جدا، حيث انه بالالاف الموتى اليوم في سوريا. فسوريا في حاجه اذا الى أن نقف إلى جانبها، وذلك بأن نقوم بحملة للإغاثة، جمع الأدوية والغذاء والدواء إلى آخره وإرساله إلى سوريا. هذا تم من طرف الدولة التونسية البارحة، ونحن كمجتمع مدني وكمنظمات شعبية سنقوم بهذا الواجب أيضا، وسنرسل بدورنا ما سنحصل عليه من مشاركة شعبية. ثم إلى جانب هذا نحن نطلب من الدولة التونسية أن تشارك في بقوة، أن تشارك في يعني إنهاء هذا الحصار بكل الوسائل، لأنه مش معقول دولة سوريا العظيمة يعني تتعرض لكل هذه المآسي والعرب يحاصرون سوريا، ليس فقط الأجانب. وإلى جانب هذا نطلب من الدولة التونسية إعادة العلاقات الذي قطعها المرزوقي. لماذا نقطع العلاقات مع سوريا؟ نحن في أزماتنا أول بلد يأتي للوقوف إلى جنبنا ومساعدتنا. وقت اللي جات صارت الفيضانات في تونس، بطوات قمح جاونا من سوريا إلى آخره. إذن سوريا مفروض أن نعيد معها العلاقات في أقرب الأوقات، ونحن ننتظر تنفيذ هذه المطالب والعودة إلى سوريا والقيام بواجبنا نحو هذا البلد الذي لم يتخلف يوما عن القيام بدوره دفاعا عن الأمة وعن قضايا الأمة. تحية إلى سوريا، تحية إلى شعبنا العربي في سوريا، وسوريا منتصرة بإذن الله. اليوم وقفة تضامنية دعما لكسر الحصار وإعادة أيضا العلاقات التونسية السورية، شو تقول؟ وطبعا من الواجب على التونسيين جميعا أن يساهموا في رفع المعاناة عن السوريين. السوريين تألموا كثيرا من هذا الحصار المفروض عليهم، وخاصة بعد الحادثة الأخيرة الأليمة، لأنه لا ذنب لهؤلاء السوريين. وعلى العرب أن يقلعوا عن هذه الممارسات، وأن يقلعوا على منطق عدم احتضان سوريا وإعادتها إلى الجامعة العربية. فسوريا هي سوريا بغض النظر على من يحكمها، وعلى بغض من يدير دفة الأمور اليوم، وبغض النظر على
طبيعة الخلافات العربية العربية، وبالتالي هذه مأساة يجب رفعها عن السوريين، ويجب مساندتهم بالمال ومساندتهم ماديا ومعنويا بالخطاب، وأيضا الضغط على الحكومات العربية من أجل تعيد سوريا إلى رحاب الجامعة العربية. ولأنه في الحقيقة في تونس مثلا هناك نقاط استفهام عديدة، ماذا يعني أن يتغير الرؤساء وتتغير الحكومات ولا تعاد العلاقات مع سوريا؟ بما يعني أن هناك ضغط أوراق ضغط لوبيات في الداخل وفي الخارج على مستوى محلي وعلى مستوى إقليمي وأيضا على مستوى دولي، وإلا لو عيد العلاقات سنة 2014 عندما تغيرت حكومة، عندما ذهبت حكومة الطريكة، أو عندما ذهب نيدة تونس وتحالفها، أو عندما ذهبت معناها التحالف الثلاثي معناها بحكومة الفخفاخة وحكومة معناها المشيشي، ماذا يعني أن يتغير الرؤساء وتتغير الحكومات ولا تتغير العلاقة مع سوريا؟ هذا إجرام في حق سوريا وفي حق الشعب السوري أولا وأخيرا. هل قام العرب وتحديدا الحكومات العربية في هذه الكارثة الطبيعية اللي هي الزلزال، هل قاموا بالواجب مع الشقيقة سوريا بما فهم بلادنا؟ هذا الواجب وإن قام به البعض وإن لا يمكن تغييب منها روح المساندة التي تكتسب كل الشعب التونسي، إلا أن ثم نقاط استفهام إذا ما وضعنا على الخارطة بتطبيقات معينة خريطة الطائرات المتوجهة إلى سوريا وإلى تركيا فسنجد الفارق شاسعا. نحن مع تضامن مع الشعب التركي ومع تركيا، فهي بلد ينتمي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولكن يجب أن يكون على الأقل هناك نفس النسق ونفس المنطق ونفس الأشياء تقام مع سوريا. سوريا هي أرض عربية مسلمة، هي بلد أو الحاجة معناها ينتمي لهذه الإنسانية، وبالتالي على التونسيين أن يساهموا في كسر الحصار وضرب هذا المنطق الإقصائي والمعنى الإجرائي الذي قامت به بعض قوى إقليمية ودولية ليس لها من غاية إلا ضرب قوة سوريا التاريخية وعمقها العربي والإسلامي. طيب الطائرات نتاع الإغاثة اللي تبعثت من تونس بأمر من رئيس الجمهورية، ألا تعد نوع من أنواع كسر الحصار؟ أنا ليس لي هناك تفصيل من حيث الحيثيات، ما أعرف أن التونسيون متضامنون ومتمسكون بأن يكون هذا الدعم ليس مجرد طائرة أو اثنين، بل أن تكون هناك هبة من شمال البلاد إلى جنوبها وعبر التونسيين الموجودين في الخارج وعبر رؤوس أموال وعبر كل جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. الشعب يريد فتح السفارات.